السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم حبايبي؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. رجعت لكم اليوم بمبادرة جديدة، المبادرة من آل سالم من الكويت. الله يجزيهم كل خير يا رب على عطائهم وجهودهم، وربنا يجزيهم الجنة يا رب بغير حساب ولا سابقة عذاب، ويحفظهم على هذا الخير والعطاء. اليوم قمنا بتوزيع دجاج مع أرز، قمنا بتوزيع على مخيمين، مش مخيم واحد، مخيمين قمنا بالتوزيع، وهذا كله بفضل الله ثم بفضل آل سالم من الكويت. هالحين هفرجيكم كيف المبادرة كانت، على مراحل كانت. المرحلة الأولى هي الدجاج، كيف نظفناه وكيف سلقنا وطبخنا، بعدين الأرز، بعدين كيف غلفناهن، وبعدين كيف وزعناهن. والأطفال طبعا حبوا يتشكروا آل سالم على عطائهم وكرمهم، والناس اللي تصورت في الفيديو على بناء على طلبها، مش طلبنا، هي اللي طلبت انها تتصور. تمام، هسيبكم في الفيديو. شايفين ما شاء الله الطعام ونظافة المكان، كل اشي عملوه ما شاء الله بجنن، كل اشي. هالحين تشوفوا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تم بحمد الله اليوم الموافق 15 من ابريل تجهيز الدجاج للنازحين. بارك الله بإخواننا آل السالم وجزاهم الله كل خير على هذا العطاء. طبعا للي ما بيعلم، أنا عندي فريق عمل، كتبنا أنه اسمه فريق لارا الخيري. إن شاء الله ربنا يعطينا ويعطيكم كل خير يا رب. هو اللي ساعدني والبذل مجهود الصراحة في كل شيء في هذا العمل. فريق العمل اللي بيعمل معي، اللي بيشتغل معي، قرر انه اجوره لهذا اليوم يتبرعوا فيها ويساهموا كمان هم في هذه المبادرة. الله يجزيهم كل خير ويبارك لهم في مالهم. زي ما انتم شايفين هنا الدجاج كان مستوي ومسلوق، وهالحين راح نحط عليه هيك صلصة على الوجه ونحمره. انا حابة اطلب منكم طلب، ادعوا كلكم لآل سالم على هذه المبادرة الطيبة اللي قاموا بيها. الله يجزيهم كل خير، ربنا يحفظهم من كل سوء. والاكل طبعا الكل شكر فيه وعجب الجميع، وهالحين هتشوفوا في الفيديو. شكرا
شايفين طريقة التغليف هذه؟ هذا الرز احنا بنسميه رز عراس، رز مسلبن. كنا يعني ايام قبل الحرب لما نعمل عرس كنا هيك نعمل الصواني الرز. شايفين الطريقة؟ احنا هيك في كل لفة فيها نص دجاجة ورز زي ما انتم شايفين، بنوزع على العيلة، ولكن الرز بكفي هذا اللي حطيناه لأربع أشخاص، فكنا نوزع على كل عيلة لفتين من الرز المسلبن. ربنا يجزي الجميع كل خير. طبعا استعملنا أجود أنواع الرز وأجود أنواع كل شيء، يعني من كل شيء من أفضل استعملنا. ما شاء الله طلع معانا أكتر من 80 صينية، ما شاء الله غطينا مخيمين كاملين من النازحين. وألف صحة وهنا على كل حدا أكل وعلى كل حدا ساهم وعلى كل حدا شارك في هذه المبادرة. الله يجزي الجميع كل خير يا رب. وهذا هو المخيم الأول اللي إحنا بدينا نوزع فيه، شايفين ما شاء الله كبره. هالحين راح نفرجيكم كمان المخيم الثاني، في مخيمين إحنا وزعنا فيهم كامل لكل الموجودين هناك، وألف صحة وهنا عليهم وعقلوهم يا رب. إن شاء الله لقدام في مبادرات تانية، وأي حدا حابب يساهم فيها أو يساعد فيها رقمها هيكون تحت في صندوق الوصف ومثبت في أول تعليق، يتواصلوا معي. وبذكركم أن الطريقة الوحيدة عشان تساهموا في هذه المساهمة أو المبادرة هي فقط عن طريق منصة العملات الرقمية باينانس، أو في ناس بيعرفوها بالبيتكوين. تمام، شكرا للجميع. ما تنسوا زي كل مرة صلوا على النبي وقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. لو تشوفوا الأطفال قديش كانوا فرحانين وكانوا مبسوطين في الطعام، في إنهم شافوا رز وجاج. هدول الناس الموجودين في الخيام ما عطلين عن العمل، هم فقدوا بيوتهم، فقدوا عملهم. 90% من الشعب اللي في غزة فقدين عملهم، يعني ما إلهم مصدر دخل مع أصعب حاجة قبلتنا وإحنا بنوزع الطعام هم الأطفال والنساء، عاريات الأقدام، عاريين الأطفال ما مش لابسين الله يعزكم لا شبشب لا صندل لا بوت ولا شيء. فأنا حابة بعد إذنكم إن تكون المبادرة القادمة هي إن نوزع لهم شباشب للأطفال وللنساء. تمام، أي حدا حابب يساهم في هذه المبادرة هي رقم هيكون في صندوق الوصف وفي أسفل الفيديو مثبت، واللي بيقدر يساهم ما يقصر، واللي ما بيقدر يبعث الفيديو لأي حدا بيقدر. شكرا. نشكر آل سالم الكويت. نشكر خالي سالم الكويت. نشكر سالم الكويت. نشكر آل سالم. نشكر آل سالم الكويت، شكرا جزيلا. وما تنسوا حبايبي حطوا لايك واشتركوا في القناة واكتبوا أكبر عدد من التعليقات حتى يوصل هذا الفيديو لأكبر عدد من الناس، حتى الناس كلها تساهم وتساعد. بالنهاية أنا ما بدي غير بس أساعد شعبي، وشكرا لكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تم بحمد الله اليوم تجهيز الغداء للنازحين من شمال القطاع إلى الجنوب. بارك الله بالإخوة في آل سالم وجزاهم الله عنا كل خير. مبسوط يا عم؟ نشكر آل سالم لدعمهم للنازحين في قطاع غزة في نشكر آل سالم من الكويت. نشكر آل سالم من الكويت. وبهيك حبايبي بكون الفيديو خلص. ما تنسوا آل سالم من دعواتكم. شكرا لمشاهدتكم للفيديو للآخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله جميعا.